سعيد جدا جدا ان انا موجود النهارده في افتتاح المرحله الثانيه لمستشفى بهيه. بهيه الحقيقه حاجه تدعو للفخر ونموذج يحتذى لكل المشاريع القوميه والمشاريع الخيريه في مصر. انا سعيد جدا ان انا موجود معاهم النهارده، انجاز جديد يضاف لسجل انجازاتهم وانجاز جديد للمراه المصريه في عهد السيد الرئيس واهتمامه بالمراه. والحقيقه بهيه دايما في ظهر كل ست مصريه.